السلام عليكم. ان شاء الله هنتكلم على الاندوكارديتس اللي هو inflammation itis of the endocardium. الانفلاميشن of the endocardium بسبب infection اللي هو الكولونيزيشن على الاندوكارديوم بتاع البكتيريا. واحنا عارفين ان الاندوكارديوم يا بيبقى فالفولر يعني الاندوكارديوم اللي مغطي الفالفز او ميورال الاندوكارديوم اللي مغطي الشامبرز. ليه بيحصل ده؟ اول حاجه انفكتيف يعني في بكتيريا. البكتيريا دي هي الكوزيتيف ايجنتس. الكوزيتيف ايجنتس دي بيبقى عندها هاي فيرولنس يعني عدوانيه كده شريره اللي هو بتعمل ضرر جامد, او لو فيرولنس تمام بتعمل ضرر بس مش بنفس القوه. تمام, الهاي البكتيريا اللي عندها هاي فيرولنس زي ستاف اوريوس اكتر حاجه عندها هاي فيرولنس, اكتر كومن اورجانيزم بيعمل لنا الكوزيتيف ايجنت وعنده هاي فيرولنس نيموكوكاي وجونوكوكاي. واللو فيرولنس زي ستريبتوكوكال فيريدنس وستريبتوكوكال بوفيز ونمونيا وستاف ابيدرميدس, ودي كلها حاجات اوف ذا نورمال فلورا يعني هي بتبقى موجوده اصلا في النورمال فلورا. وطبعا في certain conditions تبقى opportunistic فبتعمل الinfective endocarditis. اكيد في predisposing factors يعني احنا الحاجات دي بتبقى موجودة على طول. او نقطة كمان ان احنا high virulent bacteria تملي بتعمل acute bacterial endocarditis, واللو فيرلنس تعمل سب اكيوت اللي هو اقل ضرر منها, ودي حاجه بديهيه جدا. هاي فيرولنس يعني تعمل حاجه اكتر حاجه بسرعه اكيوت, لو فيرولنس هتعمل السب اكيوت. اكيد اكيد في بري ديسبوزينج فاكتورز. اول حاجه عندنا الانفكشن ذات نفسه بيحصل بسبب بكتيريا, يبقى البكتيريا دي هتوصل للاندوكارديوم ازاي؟ هتوصل له عن طريق البلد. عن طريق البلد يا حاجتين, يا بيبقى ترانزينت بكتيريميا تمام ده في انسان مناعته كويسه, يا سبتيسيميا بقى البكتيريا بكحه وقاعده في الدم وملتيبلاينج وبتطلع توكسينز وعايشه حياتها في الدم, وده غالبا بيبقى انسان عنده اللي هو الثالث predisposing factor impaired host defenses زي النيوتروبينيا ما عندوش نيوتروفيلز كفايه عشان يدافع عن نفسه, او immunocompromised patient. تاني حاجه عندنا ممكن الانفكشن ممكن يحصل بسبب البكتيريا ان بلود. ممكن تحصل بسبب ايه؟ يا بسبب سيرجيكال بروسيجر تمام, يا بسبب انا بحقن حاجه تمام. يعني انفكشن ممكن تحصل بحاجه من الحاجتين دول, او سكن انفكشن طبعا. ليه؟ عشان السكن بيبقى فيه بلود فيسلز وكابيلاريز, لما يحصل سكن انفكشن او ابسس او وات ايفر البكتيريا هتهرب في الدم توصل للسيستميك سيركيليشن وتوصل للهارت. نفس الحاجة في السيرجيكال بروسيجر او دنتال بروسيجر بيبقى فيه دم, فالبكتيريا بتخش في الدم وتوصل لحد الفولف. تاني حاجة عندنا الهارت دامج. احنا عندنا الهاي فيرولنت بكتيريا ممكن تعمل الانفكتيف اندوكارديتس على هارت كويس مفوش اي حاجة تمام. ليه؟ علشان هي هاي فيرولنت, هي قوية مش محتاجة ان يبقى فيه هارت دامج. لكن بكتيريا زي اللو فيرولنت لازم يبقى فيه هارد دامج, او يوجوالي لازم يبقى فيه هارد دامج عشان تعمل يعني تاخد فرصتها. هي بتبقى opportunistic تاخد فرصتها وتعمل infection لل damaged endocardium. عندنا ايه امثلة لل damaged endocardium؟ الروماتيك هارت ديزيز, وفي فيديو لو فات لو ما تعرفوش يعني ايه روماتيك هارت ديزيز, ده بيبقى فيه immune complexes الاميون بتهاجم سوري الاندوكارديوم تمام as a result of mistake وكده. وبيبقى فيه مثلا امراض تانية زي congenital heart diseases, مشاكل في الفالفز calcific aortic stenosis او prosthetic heart valves, دي برضو بتحصل عليها مشاكل عشان ما تبقاش زي الطبيعية اللي خلقها ربنا, او اي chronic valvular heart disease. الباثوجينيسيس عامة بيبقى فيه فيجيتيشنز اللي هي ثرومباي بتبقى على الفولفز, بنسميها فيجيتيشنز, بتبقى ثرومباي صغير على الفولفز. في الاول بتبقى ستيرايل, بيبقى فيه اي دامج للاندوكارديوم صغير كده حاجة بسيطة جدا. بكتيريميا ترانزينت او سبتيسيميا بيبقوا موجودين, بياخدوا فرصة بقى بيعملوا لنا البكتيريا تاخد فرصتها في الحياة تعمل ادهيرنس للثرومباي دي, وبعد كده بتنفيد الثرومباي بتعمل ال vegetations بدل ما هي
بتبقى ستيرايل بتبقى سبتك. دلوقتي عندنا حاجتين بيبريزنت الانفكتيف اندوكاردايتس، ممكن يحصل لي اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس او سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. الاكيوت قلنا اللي بيحصل بالفيرولنت، تمام، اورجانيزم، وقلنا ان الفيرولنت مش محتاج ان الهارت يبقى ديزيز، ممكن يبقى نورمال ويعمل مشكله. بيبقى بياخد اقل من 6 اسابيع وبيبقى فيتل، يعني مميت في خلال من اسبوعين لست اسابيع يعني. بيبقى انفيزف طبعا، وبيبقى سبيوريتف، بيعمل ابسس وهكذا، وبيبقى هاي جريد فيفر، العيان بيبقى سخن جدا. السب اكيوت بتبقى باللو فيرولنت اورجانيزم، وبيبقى يوجوالي ديزيزد الفالفز علشان تعرف تعمل الانفكشن عليها، يوجوالي نوت انفيزف اور سبيوريتف، وغالبا بيبقى لو جريد فيفر، وبيبقى عندها لور مورتاليتي ريت، يعني مش ناس كتير بتموت بالسب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس. المورفولوجي طبعا مش زي الروماتيك هارت ديزيز، بيبقى عندنا مالتيبل روز بدل الرول واحده، بيبقى فيه مالتيبل روز، وبتبقى فرايبل، ممكن تتكسر طبعا عشان البكتيريا بتطلع توكسينز، بتطلع بروتيوليتيك انزيمز، النيوتروفيلز اللي بتيجي، فدي كلها حاجات تطلع الثرومباي من مكانها، وممكن يحصل امبوليزم. تمام، مايكروسكوبلي بيبقى عندنا مايكروسكوبيكلي بيبقى عندنا 3 زونز. اول زون بتبقى الاوتر كاب، بتبقى عبارة عن فايبرس كاب، بليتلت وفايبرين. تاني حاجة بيبقى فيه بيزوفيليك زون فيها البكتيريا. تالت حاجة البكتيريا طبعا بكل الحاجات القرف بتاعها، التوكسينز والمالتيبلز بتاعها وكل حاجة. والديبر زونز خالص بتبقى النون سبيسيفيك انفلاميشن بتاعت الكسب ذات نفسها، اكيد يعني الكسب عليها كل التوكسينز والحاجات دي، لازم يحصل انفلاميشن. الكومبليكيشنز بتاعت الانفكتيف اندوكارديتس يا بتبقى كاردياك يعني في الهارت، يا بتبقى اكسترا كاردياك بره الهارت. الكاردياك يتأفكت الهارت كله، بتعمل له فيلير كله على بعضه، يا بتأفكت الفولفز في الاندوكارديوم، يا لاير بقى بتاعت الهارت، يا اندوكارديوم، مايوكارديوم، بيريكارديوم. اندوكارديوم بتعمل perforation of the cusp والرابتشر، وطبعا رابتشر اوف ذا كوردة تنديني اللي هي بتقفل وبتفتح الفولفز، دي كلها بتعمل مشاكل، او حتى في الهيلينج بتعمل فايبروزز، وممكن يحصل عليها ديستروفيك كالسيفيكيشن، فبتبقاش سموث، فالقفله والفتحه بتاعتها بتبقى صعبه. المايوكارديوم ممكن يحصل فيه ابسيسز، والبيريكارديوم ممكن يحصل فيه سبيوريتيف بيريكارديتس، انفلاميشن للبيريكارديوم بس بيبقى فيه سبيوريشن. الاكسترا كاردييك ممكن يحصل سيستميك بايميا، بسبب طبعا ان الامبولاي اللي بتبقى موجوده بتتفتفت بسهوله، وبتبقى سبتك، فبيحصل بايميا اللي هو presence of the bacteria in the blood، او ممكن بسبب الاميون كومبلكسس. طبعا الاميون سيستم مش هتقعد تتفرج على البكتيريا كده كده، هتعمل لها انتيجين انتي بوديز، والانتي بوديز مع الانتيجينز بيعملوا كومبلكسس بيسيركوليت ان ذا بلود علشان هما في الهارت، تمام، فده الموزع، فهما هينتقلوا من الهارت لباقي الجسم، ممكن يحصل يروحوا للكدني، تمام، بيعملوا انفلاميشن في الكدني وبتبقى اكيوت وبسرعه، وممكن توصل لرينال فيلير، وبلود فيسلز بيعملوا فاسكولايتس. ونتيجه للحاجتين دول اللي بيحصلوا بسبب الاميون كومبلكسز والسيستميك بايميا، ممكن نلاقي حاجات زي بتيكيال هيموريدج على السكن مثلا بسبب الفاسكولايتس، فبتقعد تفرقع كده، فتبقى نقط دم صغيره، هيموريدج صغيره على السكن، او اصلر نوديولز، تمام، برضو بسبب يا الامبولاي يا الاميون كومبلكسز او الاثنين مع بعض، او سبلينتر هيموريدج بتبقى تحت النيل بيد، او حاجه اسمها رات سبوت اللي هي برضو بتبقى بتيكي الهيموريدج بس في الكونجكتيفا هنا كده. بس كده، شكرا.